صباح الخير عليكم جميع مشاهدين برنامجنا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حواديت مصريه. النهارده هنتكلم في موضوع يهم ناس كتير جدا، هنتكلم عن موضوعات تخص الاسنان. طبعا ناس كتير جدا من المرضى اللي عندهم حاجه في اسنانهم بيبقى عندهم تساؤلات كتير قوي، ولقينا كتير من الاسئله المتشابهه، وناس كتير بتسال حوالين مواضيع معينه. فالنهارده عشان كده معانا ضيفتنا دكتوره فاطمه اشرف، استشاري طب الاسنان، طب الفم وجراحه الاسنان. اهلا بيكي. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير. صباح النور، منوره حلقتنا النهارده. النهارده هنبدا كلامنا، وعايزين نقول انه ناس كتير جدا زي ما انتم عارفين طبعا بتخاف من دكاتره الاسنان، وبتخاف تروح لدكتور الاسنان، وبيبقوا حاسين بقى ان هيحصل وجع كتير ومش عارف ايه وكده. فهل انتوا يعني بيبقى عندكم طرق مثلا ان انتوا تطمنوا الدكاتره في حاجات جديده، ولا بتتصرفوا ازاي في الحاله دي؟ بس هو احنا فعلا عارفين ان شغلنا نوعا ما في ناس كتير قوي بتخاف منه، عشان كده دايما بنقول للناس يجوا يعملوا تشيك اب، يكشفوا على اسنانهم كل 6 شهور عشان نلحق اي مشكله من الاول، علشان المشاكل كل ما بتتساب كل ما بتكبر، فالوجع بيبقى ازيد فبتكرهونه اكتر. ده ناس حقيقة. كتير فعلا ما تروحش للدكتور الا لو عندها وجع لغايه ما الوجع يتفاقم او يضطر يروح. قليل جدا الناس اللي بتيجي من الاول، مع ان هو كده كده في الاخر هيروح، صح؟ دلوقتي ابتدينا نحاول نطمن الناس شويه. اولا بدايه من جو العياده، بنحاول يبقى في ميوزك، الدنيا هاديه، الالوان فاتحه في العياده. اول سيشن دي لو البيشنت، لو المريض مش جاي متوجع، مفيش ألم قوي، بنحب أول زيارة دي عادة ما تبقاش شغل، بتبقى زيارة تعارف، بتطمنوا بقى تضيف وكده. بالظبط، يتعرف عليك دكتور، أنا أتعرف عليه، ونقعد نكشف، نكتب كل الحاجات اللي في أسنان ومحتاجة تتعمل، وناخد صور، ناخد أشعات لو احتاجنا. كل ده بنعمله في أول جلسة. الصور نوعا ما الناس بتفتكرها الدكتور بيعملها كدعايه بس. طب لكن بالنسبه مثلا يعني لو حد عنده مشكله في اسنانه قويه وكده وبيخاف من الدكاتره، ما انا هقول لك ايه الحل ان هو يعمل ايه؟ يعني مثلا في ناس بيبقى عندها مثلا مشاكل مثلا في اللثه، مثلا بتلاقيهم مثلا بيصحوا من النوم مثلا عندهم نزيف في اللثه، اللثه بتنزل دم، حاجات كده يعني. فالحل مع الناس دي انها تعمل ايه؟ طيب خلينا نقول الاول قبل ما نتكلم عن نزيف اللثه، ان دلوقتي الدنيا بقت اسهل شويه في حكايه علاج الاسنان. يعني الناس كانت بتخاف قوي من البنج والحقنه، حقنه الاسنان دي بالنسبه لناس كتير مرعبه. فاحنا دايما بنحط قبلها جل كده موضعي علشان البنج نفسه ما يوجعش وقت الحقن. تاني حاجه، دي حاجة بسيطة جدا الدكتور ممكن يعملها، انه يدفي البنج في ايده. يعني انا دايما بخلي اي اسيستنت جنبي يمسك حقنة البنج كده يدفي الدواء، خصوصا في الساعة اللي احنا فيها دي، كل ما الدواء بيبقى دافي كل ما وهو بيتاخد بيبقى الألم بتاعه. انا جربته على نفسي شخصيا. تاني عندنا حاجة عندنا هو الصورة بتشرح بعض الحالات. لا هي دي بس صورة، خليها كمان شوية، خليها كمان شويه، خلينا نكمل الاول الموضوع بتاعنا وبعدين نرجع للصوره. اوكي. الانجكشن نفسه وانا بحقن البنج لازم يبقى براحه جدا جدا جدا. يعني هل البرد والسخونيه وكده ليها علاقه بالموضوع؟ طبعا البنج كل ما يبقى دافي، يعني في ناس بيبطلوا يغسلوا اسنانهم بسبب نزيف اللثه ده. هنتكلم عن نزيف اللثه، انا بس بقول لك في الاول عن موضوع ان الناس بتخاف من الدكتور، ومفروض الاول يبقى فيه اطمئنان شويه، واول جلسه دي يبقى فيه تصوير وفهم البيشنت. يعني الاول كنت تروحي لدكتور الاسنان يقول لك انت عندك كذا وكذا وكذا محتاج يتعمل، بس انت ما شفتيش. دلوقتي لما بنصور صور وبفرجك دروس من جوه، بصورها وبفرجك صور، مش اشعاعات، لا صور. يقدر انه يفهم حالته بقى وتوريه تشرحيله عليه، وبنحط خطه علاج مع بعض، هنعملها في وقت قد ايه وتكلفتها وكل حاجه. ده اول جلسه. بالنسبه الطرق بقى لعلاج الاسنان، دايما بنقول كده مقوله ان هو you can't treat what you can't see. يعني انت مش هتقدر تعالج الحاجه اللي انت مش هتقدر تشوفها. فكل ما احنا نبقى شايفين بيبقى احسن. احنا الاول كنا بنشتغل بعينينا عادي، واحده واحده ابتدى يبقى فيه نظارات مكبره، دلوقتي بقى فيه احسن منهم الميكروسكوب.
مايكروسكوب ده جهاز كبير زي الميكروسكوب اللي بنتعمل بيه، بس ده حاجه للاسنان. بيبقى دقيق جدا في الشغل، خصوصا الحشو زي حشو العصب، حشو الجذور، الكلام ده، دي حاجات دقيقه جدا. فالميكروسكوب بيخلينا نشوف احسن، فالنتائج بتبقى احسن. طب يخليكي بقى تقدري تشوفي كل التفاصيل الدقيقه، فتقدري تقيمي حاله المريض شويه. حتى في حالات التجميل، الفينيرز والكلام ده، بتخلينا نشوف ديتيلز ما بنشوفهاش بعينينا، تفاصيل ما بنشوفهاش في عينينا. ارد بقى على السؤال بتاع اللثه، لان السؤال ده متكرر جدا، ناس كتير فعلا بتساله. الناس بتفتكر ان انا فرشه الاسنان بتعورني، فانا يعني لما اسال ناس كتير مش بتغسل اسنانك ليه، يقول لي اصل فرشه الاسنان بتعورني. لا، هو فرشه الاسنان مش بتعورك، او انت بتصحى من النوم بتلاقي دم، ده نتيجه التهابات اللثه. التهابات اللثه 90% من الحالات بيبقى سببها جير، تراكم الجير على الاسنان. ممكن يكون مش مرئي بعينينا، ممكن يبقى ما بين اللثه والاسنان، ما بين اللثه والاسنان نفسها، فانت ما تبقاش شايفه. بس الحل في الحاله دي مثلا بيكون ايه؟ حل بسيط جدا، بنروح للدكتور كل 6 شهور نعمل جلسه تنظيف جير، وبنمشي على فرشه اسنان ناعمه سوفت. فرش الاسنان فيه سوفت، دي احسن حاجه، وبناخد مضمضه علاجيه الدكتور بيمشينا عليها فتره. لكن المضمضه لوحدها، عشان ده لخبطه الناس بتحس، انا قول لي يا دكتور مضمضه كويسه عشان التهابات اللثه، المضمضه لوحدها اكنك بالظبط، انا دايما بقول كده، اكن صباعك فيه شوكه وعماله تحطي عليه مرهم، الالتهاب هيقل شويه. لازم تطلعي الشوكه بالظبط. فاحنا بنشيل الجير وندي مضمضه علاجيه، فالموضوع بيتعالج. طب وبالنسبه لفرش الاسنان، يعني في مثلا كل حالات بيبقى بتحتاج فرش معينه؟ لا، هو احنا عاده بننصح بالفرشه السوفت الناعمه، عشان هي دي بتغسل الاسنان كويس، وبتعمل مساجنج للثه، يعني بتعمل تدليك للثه، فبتخلي الدوره الدمويه تمشي احسن، فالالتهابات اقل، ويعني بتعالج لنا مشاكل كتير. فالفرشه الناعمه هي احسن حاجه. في ناس تانية عندهم التهابات في اللثه بسبب اسباب مرضيه، زي مثلا نقص فيتامين سي، الناس الحوامل، في اسباب تانية، بس احنا السبب الرئيسي بالنسبه لنا الجير. وطبعا طبعا لو في تسوسات قريبه من اللثه، هتلاقي عند الناس في سنانهم في القدام فيها تسوسات قريبه من اللثه، ده لو التسوس ده صعب هيراكم عليه اكل وحاجات بكتيريا، فيعمل لنا التهابات في اللثه، فده طبعا لازم تتعالج. طب كلمينا شويه بقى عن التبييض، بما ان ناس كتير يعني بتبقى بتشوف الممثلين وكده، وبيبقوا عايزين يعرفوا هم عاملين تبييض ولا عاملين ايه بالنسبه لشكل اسنانهم وكده، فكلمينا شويه عن الموضوع ده. طيب، هو فعلا الناس متلخبطه ما بين المشاهير عاملينه والتبييض، ففاكرين ده تبييض. فدايما لما شخص يجي يعمل تبييض اقول له لا، ما تفتكرش ده اللي هم عاملينه، ده تركيبات اسمها فينيرز او قشور تجميليه. لكن التبييض مستحيل يدي نتائج الفتحة قوي دي، هو بيفتح within الناتشرال كولرز، يعني هيفتح في الدرجات الطبيعية. حاجة تانية ممكن ننبه عليها الناس، ودي دايما بقولها، مؤخرا انتشرت قوي اعلانات دكاترة، وتلاقيه كتير قوي على انستجرام وفيسبوك، اعلان كده يشدك تعالي وهبيض لك اسنانك 7 و8 درجات. الكلام ده نوعا ما تجاري. ليه؟ انا كدكتور واجبي ان انا اجيب لك نوع جل حلو، وعلى فكره ملوش علاقه بالجهاز، يعني ملوش علاقه ان انا ببيض بليزر او ببيض بجهاز معين، عشان في ناس فاكره ان الجهاز هو اللي بيبيض. الجهاز ما هو الا بيسرع الـ يعني الرياكشن، الشغل بتاع بيسرع الجل، لكن هو مش هو اساسي التبييض. هل التبييض لما بيبقى يعني بيبيض درجات كتيره، هل ده بيضر بالاسنان؟ هو مش هيبيض درجات كتيره، مش بمزاجنا، انا كنت لسه بقول لك انا دوري ان انا اجيب لك نوع جل، شركه محترمه، شركه مضمونه. استجابه الاسنان دي مش في ايدي، استجابه الاسنان دي كل سنه بتستجيب بطريقه. في حالات بتبقى مبهره والبيشنت يحس تغيير قوي، في بيشنت يحس ان اسنانه فتحت كام درجه، في بيشنت ممكن ما يعملش معاه افكت او تفتح درجه. وده بيعتمد على ايه بقى؟ ملوش اي اسباب يعني اقدر اقولها، يعني هو استجابه اسنان. يعني دي استجابه اسنان، فده مهم قوي المريض يعرفه من الاول، انه التبييض انا ما اقدرش اضمن لك نتيجته قوي، وفي نفس الوقت هو حاجه مؤقته، فعشان كده هو يعني بنعمله لو عندنا مناسبة أو حاجة قبل المناسبة بأسبوعين نعمله، لكن هو حاجة مؤقتة بتقعد تستمر 6 شهور مش أكتر، وما تنفعش للناس مدخنة، ما تنفعش للناس غاويين شاي قهوة بيبسي الحاجات اللي هو التبييض مش الفينير.
التبييض، التبييض ما يعيش مع الناس دي. التبييض ده انا هطلب منك اول اسبوع او اول 5 ايام ما تاكليش اي حاجات ملونه، ما تاكليش اي حاجه فيها صلصه، يعني بنقول كده الحاجه اللي هتبقع اسنانك في الوقت ده، الحاجه اللي هتبقع لبسك هتبقع اسنانك. فتشوفي اي حاجه، شوكولاته لا اول اسبوع، سجاير لا، شاي لا، قهوه لا. فالكلام ده اللي هيقدر يعمله هو اللي هيقدر يحافظ على النتيجه بتاعته. مش هتقدر يبقى ما تعملش تبييض عشان هتكون بتعمل حاجه ملهاش لازمه. فاهماني؟ نيجي بقى بالنسبه للعلاج العصب. في ناس كتير بعد ما بتعمله بيتكسر معاها وما بتروحش تعمله الا لو الوجع يعني زايد قوي، فبيقولوا عليه مؤلم، فايه اللي بيحصل عشان الضرس يتكسر؟ تمام. هو فعلا الناس، هو عاده الشعب المصري بالذات بيجي في حاله علاج العصب، بس ان هو حاسس انه مش عارف ينام، وجع جامد قوي، وجع مع الساقع، وجع مع السخن. هو وما فعلا ما يستناش يجي غير في اخر لحظه. للاسف الناس بتجيلنا كده. بس هو خلاص مجرد ما احنا قلنا خدنا البنج الالم بيروح. تمام. الفكره بقى، الغلطه اللي الناس بتعملها، اولا ان هي تروح لحد مش متخصص علاج عصب، وده علاج العصب ده حاجه يعني دقيقه جدا، لازم حد متخصص هو اللي يعملها. دي اول حاجه. تاني حاجه، الغلطه اللي بتتعمل، انا رحت اول جلسه والدكتور شال لي العصب، لو الضرس مش او استنى مش هينفع تتقفل النهارده وحط لي حشو مؤقت، في كتير قوي من الناس يروحوا يستريحوا ما يروحش يكمل. في بعض الصور كمان لبعض الحالات، تعالوا نشوفها. دي صوره حشو عادي، حشو ابيض، يا ريت بس يشيلوا حشو ابيض عادي، حشو ابيض تجميلي، لان في ناس ما بتحبش الحشو المعدن وخلاص ما بقاش يستخدم دلوقتي. بس احنا بنحاول نرجع شكل الضرس على قد ما نقدر شكل الطبيعي. وننتقل للصوره اللي بعدها. ده تنظيف وتلميع، يعني كتير قوي من المدخنين، يعني ده كان شخص مدخن بيفتكر ان السواد ده مش هيروح خالص، او يفتكر ان هو هيروح بتبييض، مع ان هو هيروح بحاجه بسيطه جدا، ان هو يعمل تنظيف جير وتلميع بس وهيروح. تعالوا بقى نشوف حاله تانية اهو. شايفه الحاله دي مثلا يا بسنت؟ ده عمل حشو عصب وما كملش. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل معي بقى؟ زي ما انت شايفه الضروس ما اتقفلتش، اتاكلت خالص خالص، وهو جاي طبعا بيقول انا عايز اخلع. فلو هيقلبوا الصوره اللي بعدها، ننتقل بقى للصورة اللي بعدها. لا مش دي الصورة اللي بعدها، اقلب تاني واحدة تانية. لا بعدها اكتر، معلش كمان. شايفة ده الدروس اللي انت شفتيها. شوف دلوقتي وصلنا لايه. دي بعد ما اتعالجت بننضفها، وبنحط بنتأكد ان علاج الجذور معمول كويس، لو مش معمول كويس بنعيده، وبنحط حاجة اسمها دعامات في الجدر نفسه، وبنبني عليها حشوة، وبنحط عليها طربوش، دي طرابيش. خلاص هو الشخص ده بيبقى جاي فاكر اسنانه هوبليس، انا هخلع، اخلع لي يا دكتور السنان دي. بس احنا على قد ما نقدر بنحاول ما نخلعش، لان كل سنه في بقنا دي ليها قيمه، ان انا اخلعها وفرط فيها كده ما تخلعهاش الا لو كانت الحاله خلاص، يعني ما فيش حل غير كده. بالظبط. وتكمله السؤال ده، ان فعلا في ناس بعد علاج الجذور ما يخلص ما بيروحوش يكملوا، واحنا عاده بنحتاج بعد علاج الجذور طربوش. في الصورة دي كمان. ما دي المفروض قبل اللي فاتت، دي بعد ما نضفنا وحطينا الدعامات وبنينا الحشوة، وبعد كده الصورة اللي فاتت دي، ده الطربوش. تمام. ده الطربوش بعد ما خلص خالص. فمهم جدا خطوة الطربوش دي بعد ما خلص. انا ممكن اضيع مجهودي وفلوسي اللي اتعملوا في حشو العصب والوجع اللي حسيته، بان انا خلاص ارتحت قعدت في البيت. ايه اللي بيحصل ساعتها؟ احنا الطبيعي عندنا لما بنيجي نقعد واحنا بناكل، لو كنت بتاكلي ودوستي على زلطه غصب عنك، ايه اللي هيحصل؟ بقك ليه فتح مره واحده، صح؟ ده احساس العصب اللي في السنه وصل للمخ ان في حاجه ناشفه هنا. اللي بيحصل لما بنعمل علاج عصب او علاج جذور، تسوس بيوصل للعصب، فبنضطر نشيله عشان البني ادم بيبقى حاسس بألم. لما بنشيله السنه دي فقدت الاحساس، فقدت التغذيه اللي كانت واصله لها. فاول ما بنعد على اي حاجه ناشفه، مفيش بقى الريسبونس السريع بتاع يا مخ ده في حاجة ناشفة فافتح، بتكمل عادي. فاللي بيحصل ايه؟ ان الضرس بيتكسر بالطول. طب وايه الحل في الحالة دي؟ الحل زي ما قلتلك، هنركب طربوش بعدها.
عشان الناس بتوصل لخطوة العصب خلاص انا ارتحت، انا مش هروح اكمل للدكتور، الدكتور ده عايز ياخد مني فلوس وبيقولي اعمل طربوش، لكن لا، هو الطربوش ده عشان الضرس ده يكمل معاك، لانه هو بقى ضعيف دلوقتي فهيتكسر. طب ايه الحالات اللي بتحتاج لبنج كلي؟ في حالات فعلا بتحتاج بنج كلي. اولا الاطفال كتير قوي منهم دلوقتي ما بقاش، بما ان شفنا الجيل الكبير كله عنده فوبيا من الدكاتره، فدلوقتي ما بقاش بقى في تكنيك بتاع كتف بقى الاطفال والكلام ده، ما فيش حد بقى يعمل كده، دكاتره الاطفال بقوا يستخدموا طرق سلميه، وممكن اول جلسه دي ما يعملش للطفل اي حاجه، لو فشل معاه، في اطفال بيبقى صعب قوي، ده بيدخله بنج كلي بيعملوا اسنانهم كلها. حالات طبعا اللي عندهم تاخر ذهني بيبقى صعب السيطره عليهم شويه، مثلا حد عنده الاربع ضروس العقل مدفونين ومحتاجين نخلعهم جراحي، بدل ما كل شويه ياخد بنج بناخد كلي ونشيلهم الاربعه ويكون خلص. ففي حالات معينه بتحتاج كده. حد عنده فوبيا جامده قوي واسنانه بايظه، في ناس بتوصل للاسف للمراحل دي، في ناس من كتر الفوبيا ما تعرفيش تتعاملي معاهم خلاص. دي قبل البنج كلي بنستخدم حاجه تانية قبلها اسمها سيديشن، حاجه كده مهدئه، غاز كده نوع من انواع البنج بيتحط بيهديه بيخليه يعني فاقد الوعي شويه، بس هو موجود صاحي يعني مش زي البنج الكلي. البنج الكلي بنحتاج مستشفى، فده بنستخدمه قبل البنج كله. لو فشلت بقى وما فيش فايده فيه، هو مش هيفشل، هو مش هيفشل، بس في ناس اصلا من كتر ما عندها فوبيا هو حتى مش متقبل فكره ان هو، لا انت مش هتديني حاجه مهدئه، انا نيمني عشان تعملي اسناني. في ناس بتوصل للمرحله دي. طب نيجي بقى للحشو الابيض اللي بيتعمل في السنان مثلا اللي قدام او في الضروس او كده، هل هو بيبقى ضعيف؟ حلو السؤال ده. شفتي الصوره اللي كنا حاطينها الترابيش بعد ما ركبت، صح؟ نرجع للصور تاني. الصوره الترابيش بعد ما ركبت وفي بتاع كده رابر زرقاء، كاوتش زرقاء كده، ده عازل بنركبه في كل الحالات اللي بنعمل فيها حشوات بالذات. ليه؟ حشو الابيض ده حاجه حساسه جدا، لو جه عليه اي سوائل واحنا شغالين معانا الصوره البتاع الازرق الرابر اللي احنا شادينه ده ومطلعين منه كام سنه اللي بنشتغل فيهم، ده ايه لازمته؟ الحشو الابيض ده حاجه سنسيتيف جدا حساسه، لو جه عليه اي سوائل وانا شغاله، اي سوائل دم لعاب اي حاجه، هيكش من مكانه وهيقع. فده للاسف فكره الناس عنه ان هو لا انا ما بعملش حشو ابيض عشان الحشو الابيض ضعيف وبيقع، لا هو اتعمل غلط، بدل اتعمل كويس، اتعمل له عزل كويس، اتحط بطريقه كويسه ما تقلقيش منه خالص. وخصوصا في الاسنان اللي قدام في بنات كتير بتبقى فاكره لا انا مش هحط حشوه قدام عشان بيبقى باين فرق، بس احنا دلوقتي بنختار لون الحشوه قبل ما نشتغل لون الاسنان بالظبط، نفس الدرجه بالظبط. وبشارك المريض معايا في ده، بجيب له مرايه واحط الشيدز الالوان على اسنانه واقول له انت ايه رايك، فدي بتخلينا نوصل لنتائج حلوه في الاخر. ننتقل بقى للصوره اللي بعدها. تعالي قبل ما ينقلوا للصورة اهي، دي احنا قلنا دي كانت تنظيف وتلميع، اللي وراها بقى الصورة دي صورة لعلاج الجذور. شايفة يعني الضرسين اللي هم في النص دول، هم دول اللي معمول لهم علاج جذور. شايفة يا بسنت الابيض الرفيع اللي في الجدر جوه ده، ده حشو العصب، المفروض يبقى واصل لاخر الجدر زي ما هو باين. عشان كده انا ضامنه ان خلاص الفراغ ده في جسمنا عامه، في جسم بني ادم كله، مفيش حاجه اسمها هواء موجود في مكان. يعني عندنا اورده والشرايين ماشي فيها دم، ضروسنا واسناننا ماشي فيها عصب، في دم وفي حاجات بتغذيه. لما بنشيل العصب ده مكانه هيبقى فراغ، فايه الحل؟ ان احنا نملي الفراغ ده كامل لحد اخر الجدر، بنمليه بحشو. الحشوه دي لو مش واصله للاخر هيبقى في فراغ، في فراغ يعني في بكتيريا بتدخل، يعني في خراج هيحصل. فدي برضو مشكله الناس اللي تعمل علاج عصب يقول لك لا علاج العصب ده وحش، ده انا عملته وبعدها بفتره حصل لي خراج، او حصل خراج او حصل مشكله او حصل وجع عشان علاج الجذور ما كانش صح. عشان كده كنا بنقول حاجه دقيقه جدا، لازم يتعمل عند متخصص، لازم يتعمل بتكبير، يبقى الدكتور على الاقل لابس نظارات مكبره دي عشان يبقى شايف كويس. في الصورة دي كمان، دي حالة فينيرز اللي هي القشور التجميلية، عشان مثلا ممكن حد يفتكر يشوفها يفتكر تبييض، لا هو ده مش تبييض، هي البنت كانت عندها
مشكله في تكوين اسنانها. لو الصوره شفتيها من قريب هتلاقيها الاسنان نفسها فيها حفر، ففي الحالات دي تبقى حاله حلوه جدا للفينيرز، القشور التجميليه، بنبرد طبقه خفيفه اللي فيها المشكله وبنلزق عليها الفينيرز باللون اللي هي بتختاره وبالشكل اللي هي تختاره. ننتقل للصوره اللي بعدها. دي بقى حاله فينيرز وكراونز وطرابيش، وحلوه قوي ان احنا نشرح عليها كمان التهابات اللثه. شايفه البيشنت دي كان عندها فوبيا بسبب ان هي وان هي طفله كانت بتروح لدكتور وعندها يعني باد اكسبيرينس، عندها خبره وحشه جدا مع دكتور الاسنان، فللاسف سابت اسنانها للطريقه دي. الاسنان التهابات، التهاب اللثه، اللثه لما بيبقى لونها احمر الطبيعي بتاع اللثه بتاعتنا لونها بينك وردي، لما يبقى لونها احمر بالطريقه دي ده معناه ان هي ملتهبه. بعد العلاج، علاج اللثه وبعد ما ركبنا فينيرز وعشان التسوسات وكل الكلام ده، اللثه رجعت تحفه ورجعت لونها حلو. دي حاله فينيرز برضو، السنان اللي فوق والسنان اللي تحت دي كانت مشكلتها، ما كانش مشكله كبيره قوي قد ما هي كانت حاسه انه انا لون اسناني مش عاجبني وشكل اسناني مش عاجبني، وانا جربت اعمل تطبيق كتير بس انا شخص بشرب قهوه ومش عارفه التزم بغسيل اسناني بعد القهوه، فعايزه لون ثابت وعايزه شكل احلى، فكان حلنا ان احنا نعمل فينيرز. طب بالنسبه للناس اللي بتقع مثلا او بتحتاج سنانها طربوش او كده، بصي السؤال ده حلو لان في اطفال خصوصا وفي ناس كبيره برضو، تلاقي طفل اول ما سنته طلعت، اول ما سنته اتبدلت السنه الجديده طلعت اللي هتكمل مع عمره، يروح واقع خابطها ومطير نصها. في الحالات دي بنعمل ايه؟ حل بسيط جدا، هتيجي لو استنى العصب بتاعها ما اتكشفش يعني لسه سليمه، بنعمل بنكملها حشوه بيضة لون اسنان والحاله بتبقى حلوه. الناس الكبار في عندنا كذا اوبشن، بس انا ما بفضلش الطربوش في الحالات دي لان السنانه اللي قدام سمكها رفيع جدا، فاحنا لو بردناها عشان نركب لها طربوش العصب بتاعها بيتاثر شويه، ممكن نستخدم فينيرز في حالات زي دي. يعني لو شخص كبير ممكن حشوه لو حته صغيره، او ممكن فينيرز لو عايز حاجه عمرها اطول من الحشوه. طب ايه نصيحه اخيره تقدري توجهيها للناس اللي بيعانوا من اي مشاكل في اسنانهم؟ النصيحه انك لازم تروحوا لدكتور الاسنان بصفه دوريه كل 6 شهور. لو انت بتخاف هيبقى مخاوفك اقل بكتير قوي لانك هتعالج كل حاجه من بدري، تعالج كل حاجه بدري، وقت اقل، مجهود اقل، وجع اقل، فلوس اقل، كل حاجه اقل، انك فاينلي في الاخر هتروح للدكتور. فنغسل اسناننا كويس، نروح للدكتور بصفه دوريه كل 6 شهور وخلاص، وتلاقي الفوبيا راحت واحده واحده. شكرا ليكي، تشرفت جدا بوجودك في حلقتنا النهارده، واتمنى تكونوا استفدتوا في برنامجنا النهارده، واي حد عنده اي نصيحه او اي حاجه يبعت لنا، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامجنا حواديت مصريه.